السلام عليكم. سنشاهد في هذا الفيديو طريقة تنقية وتحديث ويندوز 7 إلى ويندوز 10. يعني بدون أن تقوم بفورمات للكمبيوتر أو تفقد ملفاتك، يعني بخطوة بسيطة فقط فستقوم بتحديث هذه نسخة الويندوز 7 التي لديك. أول حاجة تابعها وهي أن نذهب إلى متصفح جوجل كروم ونقوم بتحميل هذه الأداة هنا والتي هي اسمها ويندوز، ثم نكتب 10 ويندوز 10 كرياسيون تولز، ثم نأتي هنا وندخل عند أول موقع هنا، موقع رسمي لمايكروسوفت. بعدها نقوم بالضغط هنا على تحميل هذه الأداة هنا، نقوم بالضغط هنا. بعدها سترى التحميل قد ابتدأ معك. نقوم بإظهار أين الملف هنا، ظهر في ملف التحميل. بعدها مباشرة نقوم بالضغط على هذه الأداة هنا، ثم نضغط على نعم. فهذه الأداة هنا هي تساعدنا في تنقية وتحديث الويندوز 7 إلى ويندوز 10، يعني بدون أن تقوم بفورمات الكمبيوتر أو شراء لك نسخة ويندوز 10 أو تحتاج إلى مفتاح التفعيل، فهذه الأداة فقط تقوم بالتنقية مباشرة إلى الويندوز 10. نقوم بالانتظار هنا حتى يتم بدء في تحميل ملفات الخاصة بالويندوز 10 أو ملفات التحديث. بعدها حيث إخواني يجب أن يتوفر لديكم مساحة فارغة على قرص سي وليس قرص دي، القرص سي يجب أن توفر على الأقل 30 جيجا أو 40 جيجا. نقوم بالانتظار هنا حتى يتم ظهور هنا هذه النافذة هنا. ولاحظوا هنا نقوم بالضغط على تابع. سأقوم بتسريع الفيديو لكي لا أطيل عليكم التحميل. وبعد التحميل هنا ملفات الويندوز 10 ننتظر هنا حتى يتم بدء تثبيت ملفات التحديث الخاصة بالويندوز 10، وهذا حسب قوة أو سرعة الإنترنت التي لديك. سرعة التحميل مرتبطة بسرعة الإنترنت التي لديك على الكمبيوتر. ننتظر هنا قليلا حتى يظهر لنا واجهة إدخال ملف التفعيل. لاحظوا هنا بخصوص ملف التفعيل، إخواني لا أستطيع إظهار لكم مفتاح التفعيل لأن اليوتيوب سيقوم بحذفه لأنني أخالف إرشادات المنتدى الخاصة باليوتيوب. وسأترك لكم رابط ملف في صندوق الوصف، قم بتحميله بمجموعة من مفاتيح الويندوز 10، قم بتجربة كل مفتاح وسيتم الدخول معك على هذه النافذة. قم بالضغط هنا على جاكسبت. بعدها ننتظر هنا حتى يتم التحقيق من ملفات التثبيت أو التحديث. وبعدها سيظهر لك هذان الخيارين هنا، يعني تثبيت ويندوز 10، وهنا عند الضغط على هذا الخيار ستظهر لك ثلاث اختيارات والتي هي خاصة باحتفاظ بملفاتك أو تطبيقاتك أو غير ذلك. لاحظوا هنا الاختيار الأول هو احتفاظ بملفاتك الشخصية، وهنا الاختيار الثاني احتفاظ بملفات يعني أما الاختيار الثالث هنا يعني لا تريد الاحتفاظ، يعني تقوم بمسح ملفاتك، ولك الاختيار في ذلك أن تقوم باحتفاظ بملفاتك أو غير ذلك. نضغط على تابع هنا وننتظر حتى يقوم التثبيت. سأقوم لكم بتسريع الفيديو. نضغط على تابع وننتظر هنا حتى يتم بدء التثبيت النهائي للويندوز 10. هنا قد ابتدأ التثبيت النهائي، سأقوم بتسريع الفيديو لكي لا أطيل عليكم. لاحظوا هنا البدء في التثبيت. أسرع الفيديو لكم لكي لا أطيل عليكم. وهنا بعد الانتهاء من 100% تظهر لك هنا اللغة هنا، قم باختيار اللغة. على طريقة بسيطة وسهلة جدا، لا تحتاج إلى فورمات للكمبيوتر أو غير ذلك. مباشرة عن طريق تلك الأداة التي قمنا بتحميلها فقد قمنا بترقية ويندوز 7 إلى ويندوز 10. قمنا باختيار كذلك اللغة الخاصة بلوحة المفاتيح.
اضغط على هنا، قم بالتخطي، هنا قم بإدخال الإيميل الخاص بك، وهنا قم بإدخال كلمة السر كذلك خاصة بك، هنا قم بإدخال يعني الكود الشخصي أو كود بين الخاص بك على الكمبيوتر، لك الاختيار في ذلك. هذا هو هنا إذا أردت إدخاله أو إذا أردت التخطي فلك الاختيار في ذلك. قم بالضغط هنا على نعم، بعدها هنا رقم الهاتف لا داعي لذلك. ننتظر قليلا، هنا قم بالضغط على يعني تطبيق المضيف، يعني لك الاختيار في ذلك أن تقوم بالحفظ على الكمبيوتر أو غير ذلك. تضغط هنا على نعم، يعني طريقة بسيطة سهلة جدا. تابع خطوة بخطوة وسيتم حل المشكل معك وتصبح ويصبح لديك ويندوز 10 بدون فورمات. تضغط على أكسبت، عن طريق تلك الأداة قد قمنا بحل المشكل. تضغط هنا على أكسبت، تضغط على نعم هنا، ثم موافق، ثم نعم، ثم موافق، ثم تضغط على موافق عفوا، هنا تضغط على نعم ثم موافق كذلك نعم، بعدها تضغط على موافق. تابع خطوة بخطوة كما نفعل هنا في الفيديو، وبعدها انتظر حتى يتم تحميل ملفات الويندوز الجديدة. وبهذا إخواني قد أصبحنا الآن في الويندوز 10 الجديد الذي قمنا بتحديثه، أو الذي قمنا بتحديث الويندوز 7 الذي كان عندنا من قبل. هذه هنا هي واجهة الويندوز 10. لحل مشاكل ويندوز 10 وويندوز 7 سأترك لكم روابط الفيديوهات في صندوق الوصف. قد وصلنا إخواني إلى نهاية هذا الفيديو، لا تنسونا بالاشتراك ودعم القناة لكي يصلكم الجديد، ولتعلم الكمبيوتر وحل مشاكل ويندوز وشرح لبرامج كمبيوتر مع التحميل وتعليم صيانة الحاسوب وضبط أجهزة الروتر وتعلم الأوفيس، تابعونا على قناتنا.